بالظبط. جماعة الكلاب الجديد ده في مقابلة أصحابها طبعا دي بتعمل أكتر من كده، يعني لولا إن إحنا رابطين الكلب بسلسلة أنا عارف رد فعل الجديد ده لما بيشوف صحابه. اه ما هو اختلف. انت شفته ايه؟ سلام. لا ده جميل. انا بقول لعبد الرحمن ما شاء الله واضح ان هو مع التدريب وكده واضح ان هو تخن يعني. بتهاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره باخد كلابي معايا لو حتى راكب طياره الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير انا يبقى كلابي عندي احسن من صندوق زخاير. موت يلا صاف وقف سلم صاف لا يلا عاد سات يلا سات يلا سلم موت يلا سلم موت يعني وشك في الارض. ايوه موت وشك في الارض. ايوه اوكي سلم تعال شاطئ شاط برافو ايه ده برافو برافو بابلو شد 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 برافو شد شد معاه شد معاه مش قادر شد شد يلا شد 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 شوت خش خش قرب له ها
بس 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 عشان ما يخلقش نفسه كده بس عشان انا ما ينفعش نسيبه هنا بس عيب كده عارف بقى اه كده عارف اه صحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا اللي منورنا على قناتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل أهل طنطا. صح؟ طنطا. الأستاذ ايه؟ مصطفى النجار. الأستاذ مصطفى النجار طبعا من الشخصيات المحترمة جدا، نورنا النهاردة في المزرعة يا جماعة. بابلو لو انتوا فاكرينه اللي كان مدخلينه تحدي وكل الناس أجمعت على هجمة بابلو ومسكة بابلو في الدراع والحاجات دي كلها. طبعا الاستاذ مصطفى النهارده جاي يستلم بابلو طبعا واضح ان هو مبسوط منهم جدا على حسب اللي هيوقعك. خلي بالك هو بص هو فرحان جدا بحضوركم يعني. طبعا بابلو مش عارف يعمل ايه، انتوا عارفين كلكم يا جماعه الكلاب الجريد ده في مقابله اصحابها طبعا دي بتعمل اكتر من كده يعني، لولا ان احنا رابطين الكلب بسلسله كان بهدل الدنيا. طبعا شايفين يعني هو مبسوط جدا بمقابله الاستاذ مصطفى. واسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن طبعا الكلب ردت فيه الروح. أيوة. ربنا يبارك لكم فيه. ايه رايك فيه؟ لا اختلف تماما يعني، بس احنا عايزين صراحه يعني. بس لا صراحه اه طبعا آه. صراحه بس يا بابلو بس يا بابلو تماما الاول بس عيق قعد هو زي ما آه. شفت كده آه. قعد ست ست بس ست بس 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 انا معاك اهو بس بالنسبه للطاعه انت شفتها دلوقتي، انا ما رضيتش اخليك تقرب منه طول ما احنا بنشتغل علشان طبعا انا عارف رد فعل الجريد ده لما بيشوف صحابه. اه ما هو اختلف. انت شفته ايه في الطاعه؟ لا جميل الاول ما كانش احنا ما كناش طبعا عارفين نعمل معاه حاجه خالص. وفي الشراسه يعني. ده الشراسه دي بقى بالنسبه لنا اللي جديده يعني حقيقي. دي اللي جديده خالص يعني جديد. حته اللي هو يعمل اتاك. خلي بالك هو كمان في مشكله معانا النهارده ان المهاجم اللي احنا معودين شغل تسليم الكلاب فطبعا ده مش موجود يعني هو بعنا تمام، بس احنا طبعا بس الحمد لله معانا ناس ثانيه جميله برضك هو الحمد لله شغل مسكه الدراع والحاجات دي كلها ده ما كانش تمام. متوقع او ما كانش في الحسبان بصراحه حبيب قلبي ربنا يبارك لك لكن فيه هو طب ما شاء الله كمان بقى حاجه جميله يعني حبيب قلبي. طب الحاله الصحيه ايه؟ لا ده جميل انا بقول لعبد الرحمن ما شاء الله واضح ان هو مع التدريب وكده واضح ان هو تخن يعني كبر يعني ربنا يبارك لك يعني فيه لا جسمه اتغير كتير لسه كمان لسه كمان هيتخن كمان هو خلي بالك بيقول يمين يحل السلاسل دي هو ما هو بيحب كده على طول اول لما اخش له يفضل ينط كده تمام بس برضه المفروض ان انت الفتره الجايه ما تعودوش على كده يعني عايزينه الفتره الجايه ان هو يبطل ايه النط لان ده احنا لغيناه له كان بيعمله معانا اول ما جه هنا فاحنا لغينا الكلام ده فطبعا ده انا هنعرف حضرتك ازاي تلغيه ان تخش عليه ان واقف جنبك بالكتير خالص نرفع لك وشه لفوق لا هنلغي احنا الحاجات دي كلها تحياتي ليك وربنا يبارك لك فيه يا رب وانت نورتنا النهارده يا استاذ مصطفى وانت عبده نورتنا النهارده عاجبك انبسطت لما لقيت الناس بتكتب على الكومنتات بابلو انبسطت بيه ان هو يبقى بالمنظر ده حبيبي ربنا يبارك لك فيه يا رب تحياتي لكم يا جماعه وتحياتي لكل متابعينا ما تنسوش تكتبوا لنا كومنت تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كاتشي يسرح كاتشي يجرح كاتشي يظبط المناخ كاتشي عافر كاتشي كافر كاتشي خلي العالي ده كاتشي حاصر كاتشي واصل كاتشي قفش في الفراق كاتشي ضارب كاتشي حارب كاتشي حدي في سياق كاتشي كسر كاتشي دمر كاتشي اللي حيرازي عنك كاتشي امسك كاتشي احرس كاتشي تقفش في العيال